سمعتوا؟ شكك في واقعة جريمة القتل للشرطي رحمة الله عليه عمران أحمد. طبعا هذا التشكيك هو بداية لتشكيكات وهجوم على البحرين، كأنه مناسبة جريمة القتل بدل ما يناقشونه مناقشة عقلانية تدين العنف وتدين ارتكاب الجرائم وتدين التنكيل بإخوانهم، سواء كانوا عاد رجال شرطة، رجال حفظ النظام، مواطنين عاديين، بدال ما يدينون من ارتكب القتل يشككون ويدينون البحرين ويدينون حكومة البحرين. أنا ما قد شفت شين وقوات عين إلا عند ذلي، ما يعرفون إلا كل شوفوا كل هالخبصة وكل هالطحطحة وكل هالركضة. ليش شو السبب؟ السبب هي فرصة سانحة كبيرة لهم يتروالهم لدعوة الأجنبي للتدخل في البحرين، ووردت على لسان أكثر من قيادي بايب لكم في هذا البرنامج اللي هو برنامجهم، بايب لكم هني لأنكم ما تتابعون ولا تتابعون هالقناة هذه الودرة، وسمعوا شو يقول، سمعوهم شو يقول. هم في البداية عملوا الانقلاب 2011 في فبراير من أجل أن يتدخل الأجنبي، وكلنا عرفنا القصة دي وما في داعي إن نعيدها ونزيدها. فشلوا في انقلابهم وفشلوا في دخول الأجنبي الإيراني إلى البحرين، بدأوا الآن يستنجدون بالأجنبي. عاد كيف الأجنبي؟ بيه إنجليزي، بيه أمريكي، بيه فرنسي، بيه دنماركي حق الضاب اللي يي. لكن المهم إن أجنبي يدخل، قوات أمم متحدة الحين يطالبون. هم الهدف شنو؟ قبل الله سمعكم، عندما تدخل قوات دولية أممية يسمونها إلى البحرين أو إلى أي بلد، هني بداية أن يتحول هذا البلد إلى صوملة نسبة إلى الصومال، أو إلى مثل شبيه بالعراق كما هي مرشحة الآن. العراق دولة للأكراد، دولة للسنة، دولة للشيعة، يعني يريدون أن يقسمون البحرين. هذه هي فكرة دخول الأجنبي. لما يدخل الأجنبي ممثلا للأمم المتحدة أو لأي دولة من الدول الكبرى أيا كانت، بيفرض على البحرين حل. هذا الحل لهم يريدونه، وهو تقسيم البحرين بداية لتقسيم دول خليجنا العربية. عطوا الفئة ذي دولة وعطوا الفئة ذي دولة وعطوا الأربعة خمسة منك دولة، وخلت تفتت دول خليجنا، ويصير الواحد كل من يسرح ويمرح فيها. هالدولة تتبع فلان، وهالدولة تتبع الدولة الفلانية، وهالدولة طبعا دولة تتبع الولي الفقيه، ما تبي لها حكي ولا تبي لها ذكاء، وترضى عنهم أمريكا. أمريكا كراضي هناك عن العراق، المالكي ورابع من يتبعون؟ مو بحزب الدعوة. وهني بعد يبون يسوون دولة لحزب الدعوة تتبع إيران وتفاهمون مع أمريكا. ما قالوا، قال علي سلمان القاعدة الأمريكية فليطمئنوا، قالها وحطيناها إحنا. بس أنا أذكركم، فهم يريدون تقسيم البحرين إلى دويلات تكون دولتهم أهم اللي يريدونها، وإن شاء الله الله لا يحقق لهم هالغرض ذي وهالهدف الشين الخطير القبيح الكريه، الله لا يحقق لهم. حريمتكم ما بتصير دولتكم، دولة الولي الفقيه لن تكون هني. عديتوني بلسانكم، بغيت أغلط. المهم دخول الأجنبي كان اللي فضحهم واحد اسمه عبد الرضا زهير. عبد الرضا زهير هذه كان عضو مجلس بلدي الوسطى، كان طبعا الحين بتشوفونه كاتبين عبد الرضا زهير عضو مجلس البلدي، لا هذه أقالوه. المجلس بلدي الوسطى اتخذ قرار بإقالة عبد الرضا ومعه أربعة. ليش؟ لأنهم وقفوا مع الانقلاب، لأنهم وقفوا ضد بلادهم، لأنهم تخلوا عن دورهم ووقفوا مع الأجنبي، لأنهم رفعوا إسقاط النظام، لأنهم قالوا باقون في الدوار حتى يرحل النظام. هذه عبد الرضا يا أبوه في هالقناة الدمرة وخلوه يتحكى وقالها، أشكره والعين ترى مرة ثانية يريد أن المجتمع الدولي يتدخل.
حط لهم عبد الرضا وهو يدعو المجتمع الدولي للتدخل في بلاده على جيبين واقفين قدام العكر يدورون المجرم. حطه يا اخي، لا اطلع من طوري، حطه. نحن نتحدث عن الداخل، لا يوجد لدينا الان، نحن كمواطنين محاصرين داخل منطقتنا السكنية من كل الجهات، غير أن نتوجه بنداء إلى العالم، إلى الجمعيات السياسية، إلى الحقوقيين، إلى كل من يستطيع أن يفك الحصار عن هذه القرية الصغيرة المسالمة. ما نملكه نحن كمواطنين في الداخل لا يتعدى أن نخرج في احتجاجات ومسيرات سلمية تندد بهذا الحصار وتطالب بفكه فورا، لكننا نقابل بعنجهية وبممارسة أمنية تفتقد لأبسط مقومات الإنسانية. يعني في أقل تجمع يضرب فورا بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية، ويخشى من أن يستخدم أيضا سلاح الشوزن المحرم دوليا. لهذا الناس يعني في الداخل يناشدون الجمعيات السياسية ويناشدون المجتمع الدولي للتدخل في إيجاد حل سريع. سمعتوا؟ قال ندعو المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع. تعال تعال، إيش صاير في البلد؟ جيبين مري ثلاثة واقفين قدام باب العكر، تب المجتمع الدولي يدش حل حل سريع لإيجاد حل سريع للبحرين. بل أنت اللي متواقل، أنت متطرف، أنت مول 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 تبي بس المجتمع الدولي سيدي يدخل لأي سبب، لأدفع سبب. يا أخي عيست وأنا أقول نشف ريجي من بساعة للحين وأنا آل هوب. جريمة قتل، جريمة قتل، جريمة قتل وقعت في منطقة اسمها العكر، يدورون المجرمين. المجرمين عقب ما ارتكبوا الجريمة حسب تقارير وزارة الداخلية انخشوا واختبأوا في العكر، يدورونهم. وين الحصار؟ يا كاذي، ما ايش يسمونه عبد الرضا ويدعو المجتمع الدولي، عيل احنا ما لنا حق في بلادنا. مول 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 مول، لا ما نشك خيط في إبرة إلا نشاورك، ولين شاورناك بتسوي تليفون تعالوا نقضوا بلادي دشوا المجتمع الدولي. بس الحين انتوا عاد استحوا اي مجتمع دولي يدش لان الجيبين واقفين قدام باب قريه. وين المجتمع الدولي المخبل اللي بيدش على هالسالفه؟ انتوا بس ثمنوا كلامكم، لا تفشلون روحكم، ترى والله صرتوا اضحوكه، مسرحياتكم صارت أضحوكة للعالم كله. جريمة في قرية وقفوا جيبين وقفوا ثلاثة وقفوا عشرة، مجتمع دولي يتدخل، أممي، أمم متحدة، رايحين تركضون لباب الأمم المتحدة تودون لهم رسالة تعالوا تدخلوا حصار العكر سميتوا. يا وطلوا الأمم المتحدة شافوا جيبين مي ثلاثة واقفين يدوروا مجرمين يتدخلون في البحرين ويحتلون البحرين ويعطوكم دولة؟ انتو يا نيتو، انتو والله استخفيتو. يا بولك واحدة بعد متفرغين، احنا يا زعم المواطنين من داخل القرية يتحدشون مع قناة محمد مطر. يا ابو واحدة انتي اسمها زهرة، يا ابو زهرة بالتحدشي على اساس ان هي من المواطنين، طلعت مو من اهل قرية العكر. زهرة قلتوا له قولي من قرية العكر، لا حد يعرفه. زهرة زهرة ألف زهرة، سووا لها ألو دبشون، ما عندهم حتى فن في الإعداد، ما عندهم يعني فن إعلامي، خايبين. يوم تحكيت له تقول أنا ما أنا حقيقة ما أقطن العكر، ما أقطن. أحكيت فصحى مع محمد قولي ما أسكن. المهم قالت ما أقطن العكر، أنا ما عقب ما سمعت مرتين قلت أو تسكن. المهم هاي اللي ما تقطن العكر إيش دراش صاير في العكر؟ زدت على محمد مطر ذاك في لندن وأنتي ما أدري في وين وكل العكر. وقالت ما قال لسانها على أساس شهادة من مواطنة مو من داخل البلد، وحتى اللي من داخل يعني البلدة أو القرية، أنتوا تقولون بلدة ماخذينها من حزب الله، هذه بلدة ما كانت احنا في ادبياتنا ولا في لغتنا ولا في لهجتنا، لكن لما رحتوا انتوا عند حزب الله في الجنوب البلدة ويبتوها لنا بلدة ويدرات، حد نقول قرية بلدة العكير بلدة دراز ما اقول.
من الله خلقنا قرينا كل الكتب وكل اللهجات عرفناها وقدمنا مليون برنامج ما قلنا بلدة دروز ولا بلدة نويدرات يتولنا بلدة بالمهم جبت واحدة من داخل العكر وقلت لها كذبي وعبوا وربوا وايد درامات تحجت وقالت ما قال لسانها وقالت العكر محاصرة انت داخل هذه كذبة بس بسمعكم اياها عشان تعرفون الكذب يا اخي حطها حط هذه زهرة وهي تحكي طبعا انا لا اقتل في العكر حقيقة ولكن يعني قرأنا كثيرا من اجل الاخبار الموجودة والمنتشرة في تويتر لاصدقاء موجودون في منطقة العكر تواصلت معهم لاعرف ماذا يجري هناك حقيقة يعني قليل عندما نقول بأنه حصار قليل عندما نقول بأن منطقة العكر هي منطقة منكوبة حقيقة ما يحدث في العكر ليس فقط يعني أمور انتهاكات عادية اعتاد عليها الشعب البحريني هناك الكثير من الانتهاكات حصلت خلال هذه الثلاثة أيام يعني أهم هذه الانتهاكات هي الانتهاك للمادة رقم 12 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية أو العدول للحقوق المدنية والسياسية الخاص بحرية التنقل أو حرية الحركة منع الأخوات والأخوات في منطقة العكر حتى من الخروج من منازلهم لزيارة بعضهم البعض كان يعني يمنع الشخص أيضا من الخروج للذهاب إلى المسجد للصلاة كانت المنازل تحاصر على فترات محددة في يعني تم مداهمة أكثر من منزل تم اعتقال الأشخاص الموجودين بعض الأشخاص الموجودين في المنطقة بدون أو قوانين بدون أوامر ضبط بدون أذونات تفتيش لبعض المنازل تم ضرب من يرونه في الشارع كانت يعني هناك حالة سلامة وطنية أو قانون طوارئ غير معلن في منطقة العكر حتى أنهم كان الرجال العصابات المرتزقة كانوا يعني يهددون الناس الذين يقتحمون منازلهم بأنهم سيقتلون من في القرية في محاولة لبث الرعب في نفوسهم يعني نحن لا نتحدث عن أنها منطقة منكوبة من ناحية أنه لا يتم توفير الأغذية لهم فقط ولكن من ناحية الحالة النفسية التي يعيشها الموجودين في المنطقة من ناحية الانتهاكات التي تمارس ضدهم بعيدا عن مسألة يعني أو يعني في أكثر ما أكثر من مسألة أنهم لا يتوفر لهم الغذاء أو الأشربة هذه شهادة زور من زهرة زور تحاسبين عليها يوم القيامة لا تغرج الدنانير اللي حطوها في مخباج قناة اللؤلؤة ولا يغرج إذا قالوا لك بتصيرين وبتستوين لنصرنا لين صار الولي الفقيه حاكما للبحرين الله لا يقول ولا يبلغهم مرادهم إن شاء الله قولوا آمين بحق الأيام المباركة المهم أنت كذابة وانت قلتي شهادة زور وتحاسبين أمام رب العالمين عليها هذه صورة ترى كل الصور اللي حطهم هذه محمد مطر في قناتهم كلها لهم ما بأذيكم لقطوا وادم مني ومني ومني ومنك العوية والمنكسرة وبدينار ونص نص دينار وتحجون قول هاك هاي دينار دش هاي التلفون يول بعد ما في احتاج دش بس يول التلفون حاج محمد مطر ألو العكر فيها العكر بتموت العكر محاصرة العكر ما فيه ماي العكر ما فيه شاي العكر ما فيه مسايد العكر ما فيه بل 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 وقاموا للأسف الشديد يقارنون العكر بغزة ويقارنون قوات حفظ النظام البحريني الشريفة بقوات الصهاينة الإسرائيليين ما يستحون كل اللي حطوهم هالشكل بس بحط لكم واحد يبي بالغ الظاهر يعني قال احمد اعطوني دينار على هالكلمتين يمكن ازيد يعطوني 4-5 دنانير لكن عاد صرت ما اعرف شلون يزيد بس بحطها لكم شويه اخفف عليكم الوط اخفف عليكم الهم يا جماعه يابو لك واحد قالوا له تعال تحكي وبعد مو من العكر اسمه حسن افتكر الحين بيقول اسمه بس اعتقد اسمه حسن يا ابو قالوا له تحكي بس بقول لكم عشان تنتبهون شلون راح فيها الاخ قام يتحكي العكر فيها والعكر فيها وما ادري ايش يقول ما ادري ايش وزيد شوي وطلع فوق وهذه عقب خذها كل واحد منهم ان واحده ولدت لانها ما تقدر تطلع من العكر ولدت في بيتها
هذه صارت الأكذوبة الحلوة عندهم، وقاموا يرقصون عليه ويعيدون ويزيدون ويمدون ويقصرون فيها، وإحنا لا شفناها إلا ولدات ولا ندري يمكن متى بتروح المستشفى، ويمكن ياها الطلق، هي عشرات يولدون في البيت بسبب الطلق المفاجئ وتولد. وسووها قصة مسلسل ثاني داخل العكر، وكل واحد يطلع ويقول ولدت في بيته وما خلوها تطلع، واللي يقول وصلها ما ادري مين، واللي يقول خالها، واللي يقول عمها وصلها، واللي يقول ود عمها هي خذها. الشوله واحده حب تطلع بين القريه تطلق، بيشوفونها الشرطه تطلق بوجه المستشفى، بيمنعونها. الا بعد كان هي ذبحت بعد شيء ثاني، بيمنعونها حتى لو كانت هي القاتله، ما بيمنعونها، بيقوم وجه المستشفى ويصير خير. وألفوا هالقصة وياكذي، وألف وألف وقال ومنعوا سيارات الإسعاف. هاي زيد، لأن كان أقول لكم دينار الظاهر قال بيعطوني، والمذيع قام بعد يقول له يحاولون كسر الحصار وما أدري شنو وما أدري شنو. تالي هو عاش الدور وايد، يعني عاش الدور مهند. ألف فوق اللي يقول لهم أنا بصك التليفون وبروح سترة بعد ما أدري فيها أكو طوارئ، ويصك التلفون في وجه محمد مطر ويدبج يمثل زود بعد سترش فيها. ما فيه الا كذبك، ما فيه الا هاللوص اللي عندك. قال ستره 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 هكي طوارئ اسدد بوي 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 الا البحرين قاصف. دشنا حرب احنا وانتم مسيل دموع واحده تخليكم تنثرون كلكم، ما يحتاج مسيل دموع واحده وكلكم تدابتشون. ستره ما ادري ايش فيها، سمع يا اخي حطه وخلي الناس تسمع هالحكي هذه هاللوس. حطه يا اخي حطه. منذ اكثر من 72 ساعه ومنطقه العكر يعني تحت حصار شديد جدا، منع حتى سيارات الاسعاف عن يعني اخذ المرضى منهم. كانت يعني سيده وضعت بمنزلها، وضعت المولود بمنزلها بسبب فرض الحصار على الإسعاف، على سيارة الإسعاف، وهذا لا يمكن التعبير عنه إلا أنه يعني حالة من حالة العفو العفو العفو. يعني أنا الآن يعني مضطر للذهاب، المعذرة لأنني في منطقة توتر الآن، في منطقة سترة، انا مضطر لاقفال الخط. اعتذر. يعني على اي حال استاذ حسن الجابر، يعني نشكرك على هذه المحاوله، ولكن يعني ظروف ليس فقط الحصار على منطقه العكر، تاتينا الاخبار بان يعني كثره من مناطق البحرين تشتعل وتنتفض ل مؤازرة ما يجري في العكر، محاولة لكسر الحصار وتخفيف هذه القبضة الأمنية التي يعني يحاول الحكم بشكل أو بآخر كما يبدو أن يبث الترويع ويبث الخوف في نفوس الناس.